والله دي مباراة بين الأشقاء، سواء على مستوى الأندية أو مستوى البلد، يعني المغرب ومصر أشقاء. أتمنى طبعا نادي الزمالك إن شاء الله يعمل نتيجة إيجابية. لكن قبل ما أتكلم عن المباراة، عايز أشكر الشعب المغربي وأشكر نادي البركان، نادي البركان ورئيسه ورئيس الاتحاد أخونا فوزي على الاستقبال الرائع اللي استقبلوا بيه نادي الزمالك الباشا. وده مش جديد، يعني انا مش مفاجئ بده، من ده الوضع الطبيعي. العلاقه اللي بيننا وبين المغرب كمصر والمغرب، العلاقه اللي بين الزمالك والفرق المغربيه كلها، خلاص دي اتاكدت ان الاستقبال كان كده. وانا يعني شغوف مش على المباراه بقى، لا انا شغوف المباراه الثانيه هنا عشان نقدر نرد جزء من حسن الاستقبال والكرم اللي ولادنا شافوه في المغرب. ولما طلع وضح الصوره والاخوه في المغرب وضحوا الصوره، اول حاجه جرس الانذار ان جرس مستجري في الفندق دول، كان التوضيح واضح انه اولا اللي اختار الفندق فهي صفاقسي بعيد تماما عن الفريق المغربي. اثنين، ان جرس الانذار فعلا ضرب، بس ضرب علشان في حد كان بيشرب شيشه، وده وضع طبيعي في فنادق محترمه لما حد بيدخن في شيشه يدي جرس الانذار. فالراجل وضح. بعدين بالنسبه للحكام ومساعدة الحكام، انا طبعا سعيد جدا لما قال لي اخ مرتضى، تذكر بقى مين اللي 20 سنه الاتحاد الافريقي بيساعد عمرو مصطفى او ابو عمرو مصطفى في الحكام، ياخدوا قرض الحكام، خلاص الرساله وصلت ليا ومصر كلها. اه والله يا اخي العيال دي ما تنفعش لعيبه، العيال دي تنفع وزراء خارجيه او في السلك الدبلوماسي. ادب واحترام وذوق واخلاق وانضباط، حاجه راقيه يعني، دول بيدي صوره جميله عن الشعب المصري بصراحه. هو خالد بوطيب رغم ان هو بيتكلم فرنساوي وما عادش في المغرب كتير، لكن انا لما توفى والده راح دخل في المغرب، دخل في المغرب بلده. وطبعا حميد احداد، اولا خالد بوطيب ده المهاجم الرئيسي عندكم، ربنا يشفيه من الاصابه، الراجل الرئيسي بتاع منتخب المغرب اللي ربنا يوفقه ان شاء الله لما يجي مصر في الدوله الافريقيه. هنشجع المنتخب المغربي، هنشجع المنتخب التونسي، كل المنتخبات العربيه هنشجعها، ورأسها طبعا تونس والمغرب باذن الله ان شاء الله. بالنسبه لحميد احداد هداف البطوله الافريقيه السنه اللي فاتت، يعني حاجه محترمه جدا وواقعيه جدا. وعلى فكره حميد عندكم هناك في المغرب، وخالد هنا بيكمل التأهيل بتاعه عشان منتخب بلده. أنا لسه قايل لك، أولا فريقين اللي يوصلوا للنهائي الكونفدرالية، وخلي بالك الكونفدرالية دي غير بطولة أبطال الدوري. ليه بقى؟ لأن اللي بيطلع من أبطال الدوري بيخش الكونفدرالية، خلي بالك. يعني دي البطولة اللي هي إيه، مشتركة ما بين أبطال الدوري وأبطال الكونفدرالية. فطبعا إن شاء الله بإذن الله ده ماتش محترم جدا، وأنا عارف إن جمهور المغرب جمهور محترم جدا، فيحسن استقبال ولادنا ابناء الزمالك. وان شاء الله البعثه انا هستقبلها بنفسي لما توصل الطياره ان شاء الله باذن الله تكريما ليهم. البعثه ما بستقبلش اي بعثه بتيجي لاتحاد الزمالك، هستقبلهم ردا على حسن الضيافه اللي تم في المغرب، واهلا بفريق المغرب ورئيس البعثه الاستاذ فوزي واي حد بيجي، وجميع الاعلاميين المغاربه اهلا بيهم. وفي نفس الوقت هتيجي ان شاء الله، وفي نفس الوقت جميع الجاليه المغربيه اللي موجوده في مصر عددهم كبير جدا، والاخوه المغاربه اللي موجودين في المغرب وهيجوا مع الفريق هيخشوا جواز السفر في اماكن ليهم، اخصص لهم اماكن جواز سفرهم، اهلا بهم في مصر ان شاء الله.